صحيفة بلد، إذا عفوا إلى صحيفة الحياة. حبس صحفي هاجم الرئيس الدولية، تتهم النظام باستهداف المدنيين بلا تمييز، والإبراهيمي يلتقي بان اليوم أيضا في عناوين صحيفة الحياة. واشنطن تستعجل إرسالها وأنقرة إلى عناوين صحيفة الشرق الأوسط. فرنسا تدرس منطقة حظر جوي، من حقنا الدفاع عن أنفسنا عملية دون تصريح من البنتاغون. كتاب جديد عن أسرار قتل بن لادن الثاني من بريس ريفيو بعد هالبريك. تظاهر ضد الإخوان اليوم في أول امتحان للثورة، ترجمة لأبرز عناوين صحيفة لوريون لجور. طرابلس تتخبط لوريون لجور إلى صحيفة The Daily Star. أصل عناوين صحيفة الشرق: الحريري حملة الـLBC للتستر على لا تجني خبراءها. صحيفة الشرق جملات: معركة طرابلس هدفها استرهان. عناوين الشرق: إيطاليا تستضيف مؤتمرا حول سوريا. من عناوين الشرق إلى عناوين البناء: مجلس النواب دائما في عناوين صحيفة البناء، تعمل بإمرة الملياردير الشيخ عبد الله. وبالعنوان الأخير من البناء: هل ستحقق النار في طرابلس؟ جولتنا الأخيرة من عنا البريس ريفيو بيطلع عليكم بكرة بالموعد نفسه. إلى اللقاء.